دائما في إطار فعاليات المهرجان السادس في نسختي السادسة بأقا نستضيف وإياكم من موريتانيا شيخ سيدي عمر ولد سيدنا شيخ زاوية سيد المختار بالكونتي بموريتانيا. الشيخ مرحبا بك في أقا. بغينا تهضر لنا على زاوية الشيخ سيد المختار الكونتي بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر القناة اللي استضافتني على ما توليه للزوايا وخاصة زوايا الصوفية. زاوية الشيخ سيد المختار الكونتي هي زاوية امتداد للزاوية الكونتية التي في الزواد في شمال مالي، وهي معروفة لأنها تسمى تعنى بالطريق القادرية، وأصبح اسمها واسم القادرية واسم الكونتية واسم الرقادية أسماء مترادفة كلها تعني هذه الطريقة. إذن في موريتانيا أنشئت هذه الزاوية سنة 1990 تقريبا، ومن ذاك الوقت وهي مهمتها الكبيرة هي إحياء التراث المختاري وإحياء تراث الطريقة القادرية الكونتية الرقادية المختارية، وهذه هي مهمتها الأساسية. وعندها مكتب في نخبة من أبناء الطريق من أبناء الشخص المختار ومن أبناء كنتا ومن أبناء رقايدة، يعني كلهم جاءوا من أجل هذه المهمة النبيلة وهي نبض الغبار عن تراث هذا الشيخ، لأنه في الحقيقة عالم معروف وصوفي كبير وشيخ طريقة كبيرة معترف له في إفريقيا كلها، لأنه ربما كان هو السبب في الكثير من له أتباع كثيرة، يعني من أتباعه كما تعلمون زاوية الشيخ سيدية بن مختار الهيبة، من أتباعه كذلك زاوية الشيخ القاضي من قبيلة جيجبة، وفي الحقيقة كثيرين أتباعه وله أتباع كثيرة في المغرب هنا، أذكر منها فلان بن عبد الحي، لا أذكر الاسم قبال فيه، وكان هذا الشيخ عنده علاقات وصيلة كبيرة بالملوك العلوية، خاصة السيد محمد بن عبد الله، وبعث له رسالة مشهورة موجودة في الخزانة الحسنية هنا في الرباط، موجودة في الخزانة في بعض الخزانات الموجودة في الدار البيضاء، وهي رسالة جميلة جدا وتظهر العلاقات الوثيقة بين هذه الطريقة وبين المملكة المغربية وخاصة العرش العلوي. وكما قلت لكم هي تعنى أساسا بنبض الغبار عن هذا التراث الكبير، يعني الشخص المختار كنت عالم ألف كثير من الكتب، ولكنه في البادية وجميع الكتب منسوخة ليست مطبوعة، وبالتالي هي معرضة للضياع، وأنشئت هذه الزاوية من أجل إحيائها ونبض عنها الغبار، وفي المجال الأخير تحقيقها وطباعتها.
هذه في الحقيقة هي مهمتها طبعا كجميع الزوايا، عندها أوراد وعندها أتباع من هذا القبيل يعني الصوفية، وهذه هي مهمة هذه الزاوية. بالنسبة لزاوية سيدي المختار اللي كنتي بموريتانيا، علاقتها مع بعض الزوايا بالمغرب؟ نعم. عندنا زاوية في الرباط، نعم، وعندنا واحدة في مراكش، وعندنا واحدة في مكناس، وعندنا واحدة في فاس. هذو أكيد كلهم عندنا وثائقها والأوقاف، يعني الدور اللي موقف على زاوية الشخص المختار الكوتي في هذه الأمكنة عندنا وثائقها. هذا يدل على أنها كانت لها صلة كبيرة، كما قلت لك في رسائل كبيرة بين مشايخ هذه الطريقة، نعم، والعرش العلوي. نعم، زاوية سيدي المختار اللي كنت بموريتانيا لها امتداد في المغرب طبعا عبر التاريخ. حضوركم لزاوية سيدي الوافي بولانوار بطاطا واهتمامكم بهاج الشيخ الكبير الذي يولى له اهتمام كبير، يعني ما هي علاقتكم مع هاج الشيخ رحمه الله؟ الآن أبناؤه وحضوركم المتميز هنا حضور رائع، يعني قيادات بارزة في الزوايا بموريتانيا يحضرون، يعني ماذا يمكن أن تقوله في حضوركم في الشيخ الوافي رحمه الله؟ الشيخ الوافي هو امتداد لهذه الزاوية، لأن الشخص المختار الذي أقول لك هو جده، هو جد الشيخ الوافي. الشيخ الوافي والحمى والشيخ عابدين والسيد محمد الكنتي والشيخ سيد محمد والشيخ سيد المختار العائلة. إذن لا غرابة أنهم يستدعونا لأن إخوانهم وبيننا نفس روابطنا كبيرة جدا، ولا غرابة في أن احنا نلبوا الدعوة وننوه بكل ما عندهم هم من، نعم، شيء طبيعي. إذا احنا لا نعتبر أنفسنا ضيوف، إنما جئنا لمكاننا، لأن طريقة، نعم، زاوية منازلكم القديمة طبعا. نعم، الشيخ سيدي الوافي رحمه الله، المحافظة على تراث، قلت قبل قليل أن يعني المحافظة على التراث الزوايا، يعني كيف ترون بأنه يمكن القيام به للحفاظ على تراث مثل هذا التراث في طاطا؟ نعم في طاطا، يعني أقى، نعم، جماعة أقى. كل اللي نتمناه له واللي نتمناه لزاوية الشخص المختار في موريتانيا، كما قلت لك هي عندها مخطوطات كبيرة ومهمة، ولكنها معرضة للضياع إذا لم تكن تشل، نعم، بأيدي كريمة يعني، ونحن في طريق ذلك، نعم، نبحث عن ذلك إن شاء الله، ونرجو إن شاء الله أن نحققه.